بسم الله الرحيم. معكم عبد الهادي الناتجي كمنظم في لجنه المهرجان موسم ذواد مرزق. هذا الموسم اللي كان تنظيم ديالو طيله هذا الاسبوع من الجمعه الماضيه الى هذه الجمعه ديال اليوم، كان داز فواحد الجو اللي هو زوين، وكان كلشي متوفر للخياله للناس اللي كجمهور. كان كلشي تنظيم في المستوى، كانوا الناس ديال الجماعه كاملين خدامين، لا الموظفين لا الرئيس لا المستشارين. كان داكشي في هذا الجو اللي هو جو مزيان، وكان كلشي متوفر، ما كانش الحمد لله شي خصاص لا من ناحيه الماء لا من الكهرباء لا من البارود الخياله. كان كلشي مزيان، كان الامن، كان القوات المساعده، الوقايه المدنيه، الناس ديال بالعكس كلشي كان متوفر في احسن الاجواء. الخياله من النهار بداو كلشي كان البارود متوفر، الحبه متوفره، الجمهور كان كيحضر بكثافه، الناس اللي كانوا في اللجنه كانوا قايمين بالدور ديالهم على احسن ما يرام، وما حتى شي حد ما تقصى لا من الناس الجمعويين لا من الجمهور. اللي كيجي المهرجان الموسم كيجي فرحان، حتى كيمشي فرحان، كلشي كان واحد الجو مزيان، بالعكس ديال الاقاويل اللي كتقال، هادشي غير اقاويل كاذبه. خويا شغنقول لك، حنا الحمد لله حضرنا المهرجان الموسم من البدايه ديالو لليوم النهايه ديالو، ما كانش هادشي اللي كيقولوا. البارود كاين، انقطاع الكهرباء ما فاتش ثلث ساعه، عادي كيوقع في اي بلاصه، في مهرجانات كبار كيوقع الضو. الدوره كان واحد الخطا ديال الكهرباء، كان شويه بعض كانت هما ما كيفهموش في هذه الماده ديال الكهرباء. بعد هاد الناس اللي كيهضروا، راه حنا لجنه منظمه وعندنا درايه بالكهرباء. المشكل اللي وقع هو غير واحد التماس بسيط، وداركو في اقرب وقت، ماشي شي حاجه كثيره، يعني بحال ما مشاش الضو. انا حضرنا لهذا الشيء بنفسنا، الناس ديال الوقايه كانوا حاضرين، الامن كان حاضر، الجماعه كانت حاضره، ورجع الضو في اقرب وقت، ما كانش وقت طويل، بالعكس والجماهير راهم شاهدين على هذا الشيء، راه كيشوفوا داك الشيء يوميا، كاين تحسن، كاين اللجنه المنظمه في المستوى، خيالها هما كاملين كيقول لك ملي كيسالي كيقول لك اودي راه حنا داك الشيء على احسن ما يرام. هاد الاكاذيب اللي كتقال راه لا صحه لها. انا كشخص من اللجنه المنظمه كان في هادشي كامل، وكنقول بالدليل، راه ما كنقولش شي حاجه اللي كنقولها ما بلا دليل، هادشي راه بالدليل وبشهاده الجميع، الناس اللي حاضرين كاملين هنا من نهار بدينا، من النهار الاول ديال نهار الجمعه فاش جا الافتتاح ديال السيد العامل الى اليوم، راه ما كاينش شي خطا، ما كاينش الناس ما عمرهم تشكاو من شي نقص، الماء متوفر، الكهرباء متوفره، كلشي كاين، البارود، الحبه، الحمد لله على هادشي. هاد الموسم باش تنظموا راه ماشي ساهل، راه موسم كبير، كيجيو الناس الصوره بجو من جميع المناطق، يعني راه ماشي هاد الناس كل ما كانوش كيتوفر لهم هادشي راه ما يبقوش معنا حتى اليوم. اما الصوره باقي لحد الان ديال اليوسفيه باقى لحد الان باقى خدامه، ديال اسفي باقى حتى اليوم، رغم ذلك كاين مولاي عبد الله وكاين موسم اخر ديال سيدي رحال، ورغم ذلك ابو بقوا في واد مرزق. الرحيم، معكم حسن ابو علي، فاعل جمعوي عن جمعيه سبيل النجاح البارك وعزه. بدايه كنتقدموا الشكر الجزيل للسيد العامل الاقليم النواصر، السيد رئيس جماعه الدار بوعزه، ولكافه المنظمين ديال هذا المهرجان ديال دار بوعزه واد مرزق. بداية بغيت نتكلم على بعض الاتهامات اللي توجهوا لهذا المهرجان بأنه ما كانش ناجح. بغيت نقول بأن هذا المهرجان كان ناجح 100%، ويعني نسبة الإقبال كما شفتوا درتوا جولة في هذا الموسم، راه الناس تيحجوا بكثرة. أنا كفاعل جمعوي تنواظب على الحضور بشكل يومي، التنظيم كان في المستوى، والفاعلين الجمعويين كلهم تيحجوا بكثافه بحكم انني فاعل جمعوي تنتلاقى معهم يوميا، مشرفين مكرمين عندهم اماكن مخصصه لهم، سواء اللجنه ديال السياحيه والمهرجانات مخصصه واحد الخيمه خاصه بالفاعلين الجمعوي اللي تيتواجدوا بها بشكل يومي، وسواء المنصه كاين اماكن مخصصه سواء للرواد ديال المهرجان سواء للفعاليات الجمعويه. احنا كمجتمع مدني تنحضروا للدورات ديال المجلس بلديه الدار بوعزه،
يعني ما كاينش واحد الميزانيه مخصصه من طرف الجماعه، وانما هو مجهود شخصي ديال السيد الرئيس عبد الكريم شكري، هو اللي كيقوم بواحد الدور فعال باش كيجيب بعض الموارد الخاصه لهذا المهرجان هذا. العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا السي عبد الكريم شكري رئيس جماعه دار بوعزه على تنظيم المهرجان ديال واد مرزق، احسن تنظيم. وكان الشكر موصول اعضاء ديال الجماعه ديال دار بوعزه والاخوان الموظفين واعوان بلديه دار بوعزه على السهر، واللجنه المنظمه باسمي وباسم كافه منظمه كشاف الجوال. نشكروا السيد رئيس مره اخرى والسيد عامل الاقليم نواصر على المسانده ديالو والافتتاح ديالو لهذا المهرجان اللي ولا كيضاهي المهرجانات الوطنيه والاقليميه. كنشكروا الاخوان ديال اللجنه المنظمه، كل واحد باسمه، ويسمح لنا شي واحد الى سهينا على. وكنشكروا المقدمين والخياله، كل واحد الاسم ديالو. رجال الموارد الدعم كيمولوا السيد الرئيس من ماله الخاص. لا ما كاين لا لا ما كاين لا دعم لا والو، كاين على السيد الرئيس الله يخلف عليه، هو اللي كيمول المهرجان وكيمول السراب، السربات ديال الخيل تا هما كيمولهم.